بص كلمتين بجد وبامانه من افضل السلاسل اللي على القناه دي اللي ممكن تعلمك وتفيدك في الانجليش هي سلسله الكلمات الشائعه في اللغه الانجليزيه ونطقها الصحيح، لان احنا بمنتهى البساطه بنتعلم كلمات جديده شائعه احنا كعرب بننطقها بطريقه خاطئه او بنتعلم نطقها الصحيح، كمان بنتعلم المعاني الجديده للكلمات دي، و تالت حاجة ان احنا بنحطها في جمل عشان ما ننساهاش. فصدقني تلات دقايق ممكن يكون كوقت قصير لكن كقيمة ومنفعة كبيرة. واول كلمة معانا وكرر ورايا بقى كوينسيدنس. هي تبان طويلة بس لو قسمتها مقاطع هتبقى سهلة جدا. كوينسيدنس، بلاش بقى تتخدع وتقول كوين عشان الجزء اللي انا فيها شبه الكوين اللي هو العملة، لا هي بتتنطق كوان معناها الصدفة. مثال by coincidence everyone in the room is named Ahmed، يعني بالصدفة كل الناس اللي في الأوضة اسمهم أحمد. تاني كلمة معانا النهاردة وهي كلمة statue. The statue of liberty is located in New York. تمثال الحرية موجود في ايه؟ في مدينة نيويورك. والكلمة التالتة معانا وانا اخترتها عشان هي شبه التانية وكتير مننا بيتلخبط فيها وهي كلمة status او لها نطق تاني برضو ممكن تقول status. اوكي وبالامريكان بنقلب التيل في النص دي خفيفة سريعة كده بنقولها status ومعناها وضع او حالة. I want to improve my social status. خد بالك بقى من نطق الكلمه دي لان اغلبنا بينطقها ريموت لكن نطقها الصح هو مش موت ريموت ريموت. I live on a remote island. اوكي I live on a remote island. خد بالك كمان من الكلمه ديت لان اغلبنا بينطقها pastry وهي بتتنطق pastry. اوكي okay. I go to the supermarket to buy pastries. الكلمه اللي بعد كده ودي كلمه متقدمه شويه وفيها حرف صامت خد بالك منه وهي align. يبقى هنا الجي ما بتتنطقش align. ليها معاني كتير اوكي okay. اشهرهم انك تقول انك بتدعم شيء بشكل علني، يعني مثلا he aligned himself with the government، يعني هو دعم او بيدعم الحكومه، اوكي؟ he aligned himself with the government. واخر كلمه معانا النهارده ودي نطقها indict. زي ما انت شايف هنا السي ما بتتنطقش. indict ومعناها يتهم. she was indicted with a murder. يعني تم اتهامها بجريمة قتل. indict. دي كانت الكلمات بتاعت حلقة النهاردة. يا ريت لو تسيبوا لي كلمات عاوزين تسمعوها احنا بننطقها بطريقة خاطئة او انتم مش متأكدين من نطقها. ما تنساش تدعم المحتوى بشير ولايك وتعليق كل حلو وخلينا اشوفكم على خير.